لا لا الحين دقيقة الحين شوف يا أخي هذا الحكم ما سوى سكس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فيها؟ بالله عليك هذا حكم؟ والله ما أدري من وين يجيبون حكم. ما تعرف ليه تتكلم؟ أنا تفضل لو سمحت حكم معي. ما في لا حكم لا 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 حكم حرام عليك يا حكم حكم أنت بتدمرنا يا حكم خاف ربك يا حكم واخر عني حكم. كل عام وأنتم بخير. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله مبروك 10 جوائز. تفضل يا أستاذ صاحب المحل بس بنتعرف عليه أستاذ عمر. شكرا لكم الحقيقة الشاب هذا أجاب ويستحق بذلك 10 جوائز وألف مبروك. يختار أي 10 جوائز. نشكركم طبعا باسم البرنامج وباسم السادة المشاهدين. نعم تسلم. شكرا. تفضل اختار يا ابني. لحظة بس هتصوروا أنتوا. نصور البرنامج عشان اسمه سؤال وعشر جوائز. بس 10 جوائز هاي كتير ومش كتيرة؟ لا لأنه أجاب كل عام وأنتم خير. إجابة واضحة. عارف ليش؟ بسيط. الشباب إحنا ندعمهم. هذا بغض النظر عن الجوائز يعتبر دعم للشباب وتشجيع من أصحاب المحلات للشباب الصاعد الواعد اللي هم المستقبل. معاي أستاذ عمر. هم المستقبل ولا؟ أكيد هم المستقبل. شكرا أستاذ حي. خذ بعد تفضل. بس لحظة يعني 10 جوائز. بدو كيس كمان. لا لا 10 جوائز مش كثيرة يعني شوي. والله أنا كدعم للشباب أنا أعتقد أنها بسيطة. إذن أين الدعم للشباب أستاذ؟ أين الدعم؟ أين التشجيع لهؤلاء الشباب؟ التشجيع منشجعهم نعطيهم نصايح بس مش 10 كيلو شوكولا وهدايا. والله طيب السؤال ما بيستاهل 10 هدايا يعني. أستاذ حيان غريبة منك. إيش فيه سنسرك لي بس؟ ها؟ لحظة أستاذ حيان. أستاذ حيان أنا أعتقد يعني أنك تكون أكرم من كذا يعني وما تخجلنا. خليك معنا على الكاميرا بالله. أستاذ حيان أحب أشكرك باسم البرنامج ودعمك للشباب الطموح الصاعد. هذا شباب صاعد هذا هم المستقبل. أنت معي أن أطفال اليوم أو صغار اليوم هم أبطال المستقبل وهم البناء. إذا نشكرك أعزائي المشاهدين باسمكم جميعا نشكر أستاذ حيان على ما قدمه من جوائز للشباب. خلي يجيب هذه. بعد انا حكيت معك في نظام خاص في السوق يعني ممنوع اي شيء بيطلع الا برنت من السوق لحتى يطلع. بعد اذنك شوي بس هذا شوف شوف هذا مو شباب المستقبل. شباب المستقبل. شباب المستقبل بس اعتبره كم يعني 1000 ريال. 1000 ريال بس كمان السؤال ما كان صعب. كل عام وانتم بخير. اسال سؤال صعب ومع ذلك باسم المحل انا بعطيك ان شاء الله هديه بترضي وتكون هديه حلوه لإله. افكر استاذ حيان عموما هي القصه هذا سعود ممثل واحنا حابين والله لا 10 جوائز ولا 3 جوائز حقيقة هو موقف طريف بس احنا على فكرة انت على فكرة برغم انك معصب الا مبتسم. انا مستغرب انا فطور انك تعصب شوية لكن ما شاء الله عليك يعني ماسك اعصابك يعني.